صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، لا سيما بضعتك المهضومة المظلومة. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يوم خر فيه على الثرى متكسر الأضلاع تحت مناسمي، نادى حسينا عمه متشكيا بعد الوصال وقرب هجر دائم. بعد الوصال وقرب هجر دائم فأتاه وهو أذن يجود بنفسه ويفيض منه الجرح فيض غمايا. وناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، يهون لكم تخلوني وحيدي، وعلى خيمي يا عم الخير يا التفتار. يا جاسم اش قالت من الطبر روحك، يا عمي ما تراويني اجروحك، لو ان ابقى يا عمي كنت نوحك، يا لمن ابقى يا عمي كنت نوحك. محنة محنة ظل حسين عالقاسم، محنة يا عمي زادت بموتك، محنة شال حسين وبدمه، محنة محنة آه شلون حال أم الزكية، يا آه شلون حال أمي يا زكية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلى شرف النبي وآله، رحم الله من يصلي على محمد وآل محمد.
حينما نقرأ سيرة القاسم وقتاله وجهاده، وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. الحوار الذي دار بينه وبين عمه الحسين ليلة العاشر، نستشف من ذلك صفات عظيمة وجليلة في هذا البطل الهاشمي، أذكرها على حضراتكم إن شاء الله تعالى. كما يعرف أهل العلم والفضيلة والمؤمنون أن ليلة العاشر الإمام الحسين خير أصحابه بين البقاء والرحيل، وليس هناك قائد في العالم بأسره على مر العصور قائد جيش يخير أصحابه بين البقاء وبين الرحيل إلا أبو عبد الله الحسين. يريد نخبة، يريد نوع، لأن هذه الثورة ثورة أريد لها أن تبقى إلى أبد الدهر، ويبقى بها الإسلام والقرآن والنبوة والإمامة بكل ما تحوي هذه المفردات من محتويات جليلة وعظيمة. فخير أصحابه، فكل قال مقولته، فأراهم منازلهم في الجنة. فتوجه القاسم عليه السلام بسؤال إلى عمه أبي عبد الله: عم أبا عبد الله، أنا مع الشهداء. فقد واحد يقول هذا السؤال ربما يريد مني يأمن على روحه، شاب ما بالغ سن الرشد، بعد يعني الحلم لم يبلغ الحلم، في دور مراهقة، الحياة أمامه، يريد يتزوج، يريد يعيش، ربما يخاف من الموت، فيسأل هذا السؤال حتى يأمن. لكن من خلال مفردات الحديث الحوار هذا تبين لا أن هذا البطل الهاشمي نوعية متميزة عالية. فالإمام يريد يطلع مخزونه، ويعلم ماذا يجيب، يريد يطلع مخزونه. ماذا قال؟ بني قاسم، كيف ترى الموت عندك؟ فقال: عم أبا عبد الله، معك وتحت رايتك أحلى من العسل. الموت المر يعتبر أحلى من العسل. ماذا نستشف من ذلك؟ نستشف أولاً، أو أول الأمور، أن القاسم عليه السلام قد وطن نفسه للقاء الله، استعد للقاء الله. والأمر الثاني، بذل مهجته لأبي عبد الله، وهذان الشرطان كما أسلفنا اللي وضعهما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالذي يريد أن يجاهد معه ويرحل معه ويجاهد تحت رايته. الأمر الثالث أحبتي، الإيمان بقضية الحسين عليه الصلاة والسلام، مو جاي يدافع عن عم، عن صلة رحم، كما يفعل بعض الذين لديهم عصبية قبلية، يقاتل بدون معرفة عن جهل المقابل اللي يدافع عنه حق باطل. القاسم يعلم، عنده إيمان راسخ بالقضية والثورة الحسينية أنها على حق، ورايتها راية حق، وإلا ما ممكن الإنسان أحبتي إلى ما يحب المقابل ويؤمن بقضيته ويذوب في عشقه أن يبذل نفسه في سبيل أن ينصر تلك قضية أو تلك الثورة. وهذا يأتي عن خلفية إيمانية وعقائدية وتربية إسلامية عظيمة، وكيف لا وقد ربي في حجر المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القاسم يتيم الأب، استشهد الإمام الحسن وعمره 3 سنين، تولى تربيته ورعايته عمه الحسين، وأي تربية رباه، وأي تنشئة أنشأه. القضية الثالثة، حتى يواجه الموت لابد له من الشجاعة والقوة والإقدام، وهذا ما نراه
في القاسم عليه الصلاة والسلام أنه كيف واجه الموت وواجه تلك الجموع اللي أقل الروايات تقول 30,000 والرواية تقول 70,000. واحد يطلع أول فت خمسة يخاف منهم، ربما عندهم آلات جارحة أو مثلا آلات أو سلاح ناري مثلا، يمكن أن يقتلوه يمكن أن يضربوه يفر. ولكن شوف هذا البطل على صغر سنه، عمره 13 سنة وقيل 11 سنة، يواجه كل هذه الجموع بهذه القوة وهذه البسالة، بل أكثر من ذلك ينقطع شسع نعله. طبعا هذا فد أمر عظيم اتصف به القاسم أنه لا يريد أن يبدو عليه الانكسار أو الذلة من خلال أنه يقاتل بنعل واحدة، هذا أيضا بكراهة. نزل يشد شسع نعله غير آبه بتلك الجموع، هذا أيضا أثار غضبهم، أثار غضب. كانت الضريبة شنو؟ أن يضرب على رأسه. فإذا من سماته الشجاعة والقوة والبسالة والإقدام، وكيف لا وهو ربيب أبي عبد الله، وهو ابن الإمام الحسن الصبط، حفيد أمير المؤمنين بطل الأبطال. الأمور الأخرى أو الأمر الآخر الذي اتصف به القاسم عليه السلام هو الجمال، الهيبة، وهذا ما لفت نظر أعدائه حينما خرج. يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر طالع. وفي رجليه نعلان وبيده السيف. إذن كان يتصف بالجمال وما أشبهه بأبيه الإمام الحسن، حيث أن الإمام الحسين عليه السلام كان إذا اشتاق لرؤية أخيه الحسن ينظر إلى القاسم. فالتميز عجيب كان لهذا البطل. على كل حال، بعد من صفاته العلم، كان عالما فقيها، وقد بين وأقام الحجة على هؤلاء حينما أنكروه: من هذا الخارج، هذا الغلام الصغير؟ انتسب، كان ممكن أن يقول: أنا القاسم بن الحسن ويكفي ذلك، لكن شنو قال؟ إن تنكروني فأنا ابن الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. احنا مو خوارج، نحن أولاد النبي، أنتم تقتلون أولاد النبي، ماذا تجيبون رسول الله حينما تقتلون أولاده في الدنيا؟ ماذا تجيبوه يوم القيامة حينما تنصب المحكمة الإلهية؟ هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا، يدعو عليهم لا سقوا صوب المزن. بعد نستشف من قضية القاسم حقد الأعداء، وإلا هذا اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي عليه لعائن الله. القاسم بعيد عنه، بس من شافه نزل يشد شسع نعل غير آبه بالجمع أثار غضبهم. قال: علي آثام العرب إن لم أثكل به عمه الحسين. حميد بن مسلم قال له: ويلك، يكفيه الذين احتوشوه، اللي قتلهم القاسم 35 فارس من الأشداء، وقيل 70 فارسا من أشداء الكوفة، يكفيك الذين يحتوشوه؟ قال: والله لأفعلن ذلك. أحبتي لو تقرون واقعة الطف، كل الذين قتلوا من أصحاب الحسين قتلوا غدرا، ما يستطيع أن يواجه، إما يرمون بالحجارة عليهم، هو بن سعد يقول: يكفي أن ترموهم بالحجارة تقتلوهم، إما بالسهام أو بالغدر. علي الأكبر كمن له لعين طعنه في خاصرته، أبو الفضل العباس قتلوه غدرا، قطعوا كفي غدرا.
القاسم قتلوه غدرا، أبو عبد الله الحسين أيضا قتل غدرا. فجاء وقف خلفه وضربه بالسيف على رأسه، فلق هامته وقع إلى الأرض، نادى عليك مني السلام أبا عبد الله. لذلك القاسم حينما أراد الخروج بعد أن بقي هو العباس مع أبي عبد الله الحسين، يسمع ناعية الحسين، واعية الحسين: ألا من مغيث يغيثنا؟ ألا من مجير يجيرنا؟ ألا من ذاب عن حرم رسول الله فينا؟ جاء يطلب الإذن من عمه، قال: أنت وديعة أخي الحسن، ما إذن له. جلس القاسم في الخيمة، وضع رأسه بين ركبتيه مهموم مغموم، وإذا بي يتذكر تلك العوذة على يده، وصية الإمام الحسن: أن بني إذا أصابك هم وغم افتح هذه العوذة ينكشف همك وغمك. فتح تلك العوذة وإذا بها من الحسن المسموم إلى ولده المهموم المغموم: أن بني إذا رأيت عمك وحيدا فلا تقصر في نصرته. جاء مسرعا إلى عمه: عم أبا عبد الله، سيدي، هذا الإذن من أبي، هاي رسالة من أبي. قل نظر إليها أبو عبد الله، قبلها، وضعها على عينيه، أخذه إلى خيمة عمه الحسن، أخرج عمامة أبيه، ألبسه إياها، ثوب أبيه، جبة أبيه، قلده السيف، وودعه ذلك التوديع، ثم أمره أن يذهب ويودع النساء. يجي أحد الشعراء يصور هذا المعنى، طلب القاسم الإذن من عمه، شي يقول؟ يقول: طلع جاسم من الخيمة، طلع جاسم من الخيمة، وأوجب يم علي الأكبر، شاف مخضب بدمه وجسمه على الثرى مطبر، قعد يمه وجذب ونه وصب الدمع وتحسر، ينادي: ظلتي شنهي وعمي واقف ومحتار. اجى العمه ووقف يمه وصب الدمع على الخدين، يقل: الساعة رخصني حل موتي يا عم حسين، وحق راسك لجولنها لو تلتم علي صوبين، واخذ ثار ابن عمي وهسا اريد اخذ الثار. عندكم حال الاولاد لسان حال حسين شي يقول له؟ ينادي: ليش يا وليدي نيتكم أظل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي بعد، وهذا الحرم مريوعة، وهذا الحرم مريوعة، تبقى ميسرة بعدي، انت وداعت الله يروح، واحنا بالاثر خطار. ودعته النساء، ودعته امه، خرج. الله يرحم شيخ عبد الزهراء الكعبي، هاي الابيات جد مجيه، كل سنه نقراها لكن كانها تقرا للتو. شو يقول بيها؟ لزمة ترجاب اسكينه، وعمي تابح ألقيت شيم، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أم: يا ابني يا جاسم الهلوكت حلك العمك ضمه،
لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هزل رموح وتشنى يا والد ادعيلي رايح أنا يا والد من غير ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء عمي وحيد بكربلاء سيدي انت الآن مو وحيد شيعتك موالوك زائروك عمي وحيد بكربلاء والمن أضم الحالي انتي وعمتي زينب لما اغير انخوني بعد عدة وصية القاسم شوف لسان حال اوصيك يما وصية اوصيك يما وصية سمعي اللفظ جوابي شبان لو شفتيهم يا أبا عبد الله رحم الله هذه الصرخة وهذه الدمعة شبان لو شفتيهم بالله دا ذكري شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي بعد شي يقول له يعني شوف هذا يقول الله يرحم وليدي كان صايم راح شهيد كان عطشان راح شهيد الآب الأم يتذكرون شبان لو شفتيهم بالله دا ذكر شبابي بعد عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني خرج إلى ساحة القتال وكان ما كان من انقطاع شسع نعله بعد أن قاتل قتال الأبطال نزل يشد شسع نعله وإذا باللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي جاء إليه من خلفه ضربه على رأسه فلقى هامته رحم الله من نادى وسيدا رحم الله من نادى وقاسما رحم الله من نادى وسيدا وشيدا نادى عليك من السلام أبا عبد الله جاء إليه الحسين مسرعا ضرب قاتله أراد أصحاب ابن سعد أن يستنقذوه داسوه بحوافر خيولهم ومات إلى جهنم وبئس المصير انجلت الغبرة وإذا بأبي عبد الله واقف عند ابن أخيه القاسم وهو يفحص بيديه ورجله ويقول عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك ساعد الله قلبك سيدي ماذا تحمل هذا القلب أي صبر عندك يا أبا عبد الله أكو نقطة هسه أذكرها أيضا من صفات القاسم معست عند الحسين شنو عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينصرك سوى الإمام الحسين خلى صدر القاسم على صدره وشاله أبو عبد الله لم يحمل إلا اثنين أحدهما القاسم والثاني عبد الله الرضيع ما حمل حتى ابن علي الأكبر قال لبني هاشم لفتيانهم احملوا أخاكم عليا والله لا طاقة لي على حمل حمله ورجلاه يخطان الأرض ليش؟ لأن ظهر أبي عبد الله كان محنيا وين جابه خلاه يم ابنه
يعني ماكو فرق بينه وبين ابنه، تمدد بيناتهم. ساعة ينظر إلى ولدي الأكبر، ساعة ينظر إلى ابن أخيه القاسم وهو يقول: غريبون عن أوطانهم وديارهم، تنوح عليهم بالبراري وحوشها. يا شبان يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تلوجون، مدري يا بعده ليش تيأسون. جاب ومدد ما بين اخوته، بيش عدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمعن النسوان صوته. اجت زينب تصيح: الله واكبر. قالت له: اخي ابا عبد الله، النساء ام القاسم يريدون يدخلون على القاسم، يبشون عليه لكن ما يدخلون لان يستحون منك ابا عبد الله. قام الإمام خرج، دخلت النسوة حاطت بالقاسم، هذه تشمه وهذه تضمه، أما أمه رملا فقد خضبت شيبها بدمه. جلست عنده وهي تقول لسان حالها: يا بني يا بني مهنب طيب نومك، وحر الشمس غير رسومك، ياه الذي ياخذ علومك، لبؤك الحسن واهلك وقومك. اتقل يا ابني يا جاسم جيت اشمك، وبدموعي لداوي جروح جسمك، دقعد يا من لا ظلت امك، يا دقعد يا من لا ظلت امك. وحنيت وحنيت، بيت الدعاء: يا جاسم ما ذكرت امك، وحنيت عفتني من انطبق ظهري، وحنيت يا جاسم خضبت شيبي، وحنيت بدمك يا اريد والنهات ساعد رمله بيها بدمك يا شباب الغايا. يا هلا بيك يا يا ضريه، يا كوكبا ما كان اقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه. سادتنا مشايخنا، هذا الدمعة والبكاء والصحة ترى مواساة لفاطمة، إن شاء الله قاعدة بهذا المجلس اللي لسان حاله يقول: أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وأنا انصبت إلهم عزية بوسط القبور، ونسيت ضلعي اللي بستر الباب مكسور، وعظم علينا مصاب محزوز الوريدين. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرج آل محمد وفرجنا بهم يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلي يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل العراق وسائر بلاد المؤمنين آمنة مطمئنة يا الله، واحفظ زوار أبي عبد الله الحسين وخدامه يا الله، واجعل كيد من يريد بهم سوءا في نحرهم يا الله.
مراجعنا العظام الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم، لا سيما آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي مد ظله، وارحم الماضين منهم لا سيما آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي والسيد حسن الشيرازي والسيد محمد رضا الشيرازي قدست أسرارهم. سادتي مشايخي إخواني المؤمنين شيعة أمير المؤمنين الحاضرون في هذا المجلس، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم، لا ترد هذه الأيدي إلا بقضاء الحوائج وشفاء المرضى وكشف الهم والغم وحسن العاقبة والفوز بالجنة، المؤسسون والقائمون والخادمون والباذلون لهذا المجلس، اللهم احفظهم وأيدهم وسدد خطاهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان وأمواتي، وأخص بالذكر مولاتنا وسيدتنا أم البنين والشهداء الأبرار. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة قبلها صلوات.